توحشتو، متخيلش اخويا شحال توحشتو. هادوك صداقة صدقنا بسيد ربي غنلقاهم ان شاء الله في الجنة ان شاء الله. حاليا تنسمع غير الصوت ديال ولدي كيدق عليا في الباب وهو كيتحرق، واخا ما عمرني شميت ريحة الجنة وشميتها في ولادي. من جوج الليل وانا كنصلي وكندعي غير نساهم، غير طفى غير شوية العافية في قلبي، حيت بصح راه ما ناسياهمش. كراو الدار وفرشوها، يعني هذا ماشي ساهل، هذا عمل خيري كبير، وكنتمنى كنتمنى يكون الناس كاملين من هذا المنبر هذا يكون كامل الناس بحال هكا. ولكن بصح راه كاينين باقي الرجال كيوقفوا مع الناس، باقيين بصح راه باقي الرجال. رغم الكوفيد وجيت بسمحت في ولادي في البلاد وجيت نجري باش نلتحق بالعمل ديالي، ولكن في الاخر تم الطرد ديالي. انا شوف الدوله ديالنا فيها قانون، كنا بخمسه دابا ولينا ثلاثه، يعني صعيب الحال. صدقناهم سيدي ربي، هو اللي عطاهم لنا في الاول، هما اللي هو اللي داهم لنا، اللهم لك الحمد. الحمد لله هادشي اللي اللهم لك الحمد. ربما يكون هما مساكن خير للحياه اللي جايه لينا ولا المهم. حنا هادوك صداقه صدقناهم سيدي ربي غنلقاهم ان شاء الله في الجنه ان شاء الله. تعذبت بصح حيت سمعت ولدي قلت ليه، قالت ليه الوالد ديالي هدا، شكون اللي دار هادشي؟ قال لها ماشي انا امي، جاد مسكين باقي الولد واخا هو باقي ما عرفش. وانا راه حماقيت بصح حماقيت، انا راجلي غير كيحط تليفون كنمشي نقلب تصاور وندخل الفيديوهات ديال ولادي. توحشتو ما تخيلش اخويا شحال توحشتو. ماشي خساره في الحمد لله، الحمد لله داهم بغاهم، غير ما سخيتش بهم والله. باقا ما شباتش انا في اللحظه من قالوا لي راه ماتوا، من دخلت لي المرض طلعتني للدار تنقول لهم فين مشاو ولادي، فين مخسر. تيقولوا لي راه العافيه في دارك. انا ما كنقلبش على الدار ولا على الحوايج ولا لي الفلوس اللي فيها ولا حتى شي حاجه، بقى تنقول لهم غير فين مولادي. كذبوا عليا قالوا لي لا راهم خرجوا، هما غير في واحد الدار هنايا. بقيت غادا وكندق دار الدار، الحومه كامله تندق فيها، تنقول لهم عطوني غير نشوف على ولادي، يقول لي راهم بخير. وانا حنا حسيت بلي كاينه ولادي شي حاجه، وطلعت تنجري طالعه في كتبان لي العافيه داكشي، وهذا طالعه ندخل عند ولادي. الاولاد اللي الله يجازيهم بالخير كنبغي نقول لهم كنشكرهم حيت ما شفتهمش. انا هذيك الساعه ما كنت في العقل ديالي، كنبغي نشكرهم بزاف على المجهود اللي داروا حيت بصح وقفوا معايا. كيقولوا بانهم ما تحرقوش عيد خلفهم. لا ولادي تحرقوا مي كنكون بوحدي، انا تنقول لهم بقاو تهضروا ما تسكتوش. من تيسكتوا كيجيني في بالي. حاليا تنسمع غير الصوت ديال ولدي كيدق عليا في الباب وهو كيتحرق. انا كنشكرهم يعني جزيل الشكر، يعني الشكر يعني واخا انا غادي نشكرهم ماشي بهذاك الشكر، ربي اللي غيجازيهم. وهاد الناس اللي قاموا بهذا العمل الخيري ديال انهم كراو الدار وفرشوها، يعني ماشي ساهل، هذا عمل خيري كبير، وكنتمنى كنتمنى يكون الناس كاملين من هذا المنبر هذا يكون كامل الناس بحال هكا. نوقفوا مع اي وجه واحد، اي واحد وقع له شي مشكل نوقفوا معاه، احنا مسلمين. وبهاد المبادره انا ارتحيت شويه، يعني باقي الناس كنحس بان باقي الناس كلشي كيدعي معنا مسكين، كلشي 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 اللهم لك الحمد. انا كنشكر كاع الناس اللي كيدعوا معنا، وكنتمنى يزيدوا يدعوا معنا والله غير بالدعوات ديالهم. حنا دابا ما كنطالبوا والو، الحمد لله حنا استقرينا، والناس الله يجازيهم بخير، الناس الحمامي والناس رئيس المقاطعه والناس المكلفين معاه كاملين. انا كنشكرهم كنشكرهم، وهذا الخير اللي داروا ما عمرني غادي ننساه، يعني وبسببهم انا كنحس براسي ارتاحي شويه حيت باقي واحد شويه الانسانيه. انا قبل هادشي كامل كنت نسمع بالسي الحمامي كي حومة تما كنقربوا الانتخابات وديك الشيء، كنت نقول غير هادشي كامل كذب راه ما كيديروا والو من هادشي كامل، واخا نصوتوا عليهم واخا يديروا اللي داروا ما غادي غير كيكذبوا علينا. ولكن بصح راه كاينين باقي الرجال كيوقفوا مع الناس، باقيين بصح راه باقي الرجال. وكنبغي نشكروا بزاف 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 على هادشي اللي دار معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه ليا لتوقيت الفاجعه، الزمن وعقد ديال المجلس ديال المقاطعه ديال مكاده، الدوره الاستثنائيه ديال مناقشه الميزانيه، مباشره بعد رفع الجلسه يعني توصل الرئيس بالخبر ديال وقوع الفاجعه
ويعني الفاجعه اللي كانت عندها وقع كبير على الاخوان في المجلس ولا الناس يعني اللي شافوا هذه القضيه كامله. يعني طلب منا الرئيس سي محمد الحمامي مشكورا اننا نتنقلوا ديال المنزل اللي وقعت فيه الفاجعه قصد المعاينه، لاننا ما كانش عندنا فكره مسبقه على الوضعيه. يعني طلب منا اننا نمشيو نعملوا معاينه نشوفوا باش يمكننا اننا نتعاونوا مع الاسره. يعني داكشي اللي وقع اننا تناقلنا رفقه مجموعه ديال الاعضاء ديال المكتب وديال المجلس ونائبه ديال العمده مشكوره حتى هي، تنقلنا ديال المكان ديال الفاجعه. جبنا يعني وجه اخر ديال الماساه، كاين ماساه اللي هي الرحيل ديال ضحيتين يعني جوج اطفال صغار، اضافه الى ماساه اخرى اللي هي يعني المواجهه ديال الاسره الضحيه للواقع، انهم المنزل هذا هو ماشي هو منزل ديال الاسره، ماشي هو منزل كريم فيه. لان احنا المعاينه اللي طلب منا السيد محمد الحمامي اننا نمشيو نقوموا معاينه قصد اننا نشوفوا واش يمكننا نساعدوا في الترميم ديال البيت اللي تحرق، شوفوا يعني الضاء ولا في شي حاجه. يعني مباشرة بعد المعاينة ديالنا تبين أننا المنزل ماشي ديال الأسرة، المنزل هو فقط منزل مكتالة، زائد أن الأسرة من برا مدينة كريين، يعني الراجل خدام على وليداتو ومرا كتعاونو في الحياة. يعني مباشرة بعد الكارثة عاد جيهم مأساة أخرى اللي هي الواقع، أنهم كيفاش عيعملو فين عيسكنو، خصوصا أن الأسرة ديالهم كانت من برا مدينة. يعني قلنا عاودنا للسي محمد الحمامي هذه الواقعه هذه وطلبنا اننا نتفاعلوا معهم يعني ايجابا، ونحاولوا اما امكن اننا نبحثوا لهم على شي منزل اللي هما نكريوه لهم، اديو يعني واحد المده ديال الكرا على بعد ما تستقل الاسره، تعاونوا معهم في شنو اسمها في التاتيت ديال المنزل. داكشي اللي كان يعني مواساه مع المبادره ديال المكتب ديال المقاطعه ورئيس المقاطعه ديال بني مكاده سي محمد الحمامي، كانت مبادرات اخرى ديال السلطات المحليه ديال السيد الوالي. يعني الكل كيصب في اننا نتعاونوا مع هذه الاسره قصد ان نخفوا الوقع ديال المعاناه عليهم ونتعاملوا معاهم في هذه المحنه اللي هما دايزين فيها. انا كنخدم في الشونتي، يعني كنخدم في الرخام، يعني الخايمي، يعني كان ديباني في شوانت مع هذا، نخدم مع هذا سيمانه، نخدم مع هذا سيمانه، بعض المرات كنوقف ما كنخدم شي شهر، بعض المرات كنخدم شي 15 يوم، عاوتاني تولي عاوتاني تدبر، يعني خدمه متقطعه ماشي بحال شركه انك تكون خدام ديما ولا شي حاجه. هاد الساعه انا ما خدامش، انا هاد الشركه بديت معاهم في 1 شهر 6 2016، وتم التوقيف ديالي في جائحه ديال كورونا، يعني كنا وقفنا في الخدمه، يعني وقفونا هما في شهر ثلاثة في الاخر في 22 23، اللي طلب منا الشاف عيطنا في التليفون قلنا اذا صافي رانا حنا غادي نوقفوا، يعني نشوفوا الدوله اش غادي تعمل. مني جيت قالوا لي نهار 7 انا عندهم، يعني قالوا لي مشيت الغدا، مشيت عاوتاني تغدا، رجعت لنهار اخر عاوتاني نهار 8 في الشهر قالوا لي سير تاني تغدا، رجعت السعودي، يعني السعودي وقيل ربما كانت السبت. انا قلت له شوف، قلت له بلا ما مقدي فيا وتجي فيا قول لي شنو كاين. قال لي صافي الشركه تتم التوقيف ديالك. علاش؟ صافي خا قال لك الشركه قال لك تتم التوقيف ديالك. انا قلت له الا توقفني اعطيني شي حاجه ديال التوقيف، اعطيني ورقه الطرد ولا لا. قال لي ما نعطيك والو، اللي في جهدك بحال هكا، اللي في جهدك ديرو. صافي درت بروميير ديكلاراسيون في 11 في شهر 5. هما كانوا ديجا من شافوني ندير شي صيفطوا لي واحد الورقه ديال الانذار، صيفطوها للبلاد، انا ما كنت هنايا ديك الساعه، توصلوا بها غير العائله ورقه ديال الانذار، وهذوك توصلوا بها تقريبا نهار 13 في الشهر توصلوا بها العائله، وانا ما كنتش تما كاع، انا ما سنيت عليها، ما توصلت بها، انا كنت هنا دعيتهم الدعوه، خرج الحكم الابتدائي، خرج الصالح ديالهم، خرجوا لي انايا حكموا لي بالكونجي والعطل السنويه، بحال انا اللي طالب استقاله، بحال انا اللي طالب استقاله. حنا شوف، حنا الدولة ديالنا دولة الحق والقانون، يعني كاين القانون في البلاد. أنا كنتمنى من هاد الناس اللي خدامين في يعني في القانون ولا خدامين، أنا ما كنطلب والو، أنا كنطلب غير الحق ديالي. رغم هذا الكوفيد وجيت وسمحت في ولادي في البلاد وجيت نجري باش نلتحق بالعمل ديالي، ولكن في الآخر أنتم اللي حكيت لكم أنتم ما كتشوفوا.
تم الطرد ديالي. انا شوف الدوله ديالنا فيها قانون، تا واحد ما فوق القانون. انا تنطالب غير بالحق ديالي، حق وليداتي. شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.